وللمزيد أيضا ينضم إلينا هاتفيا من تشين يانغ جاد رعد خبير الشؤون الصينية. أستاذ جاد، دكتور جاد، بداية أرحب بك في هذه الجولة من الآن. يعني قمة متعددة الأطراف هي الأولى يستضيفها جو بايدن، يذهب الخبراء السياسيين فيها أنها لصنع جبهة موحدة ضد صعود الصين سياسيا واقتصاديا، ما رأيك؟ نعم، بالتأكيد، يعني نحن رأينا محاولة ناجحة قام بها بايدن مع أستراليا. يعني القرار الأسترالي منذ يومين بخصوص التبادلات الاقتصادية مع الصين بالنسبة لي أو بالنسبة لأي مراقب من الصين، متابعة للأرقام الاقتصادية لأستراليا مع الصين وغيرها من البلدان، أنا أراها أن أستراليا نوع من أطلقت النار على أركابها، وبالتالي يبدو أن الرئيس بايدن هو في صدد أو هو يتأمل أن يحصل شيء مشابه مع كل من الهند واليابان. ولكن هناك مفارقة واضحة جدا في التوقيت. أولا، منذ حوالي بين أقل من 30 ساعة منذ أقل من 30 ساعة من الآن، وقع رئيس بايدن ما سماه الوفاء بوعده الانتخابي، وهو يعني ما قيمته 1.7 تريليون دولار المساعدات، وهذه القيمة ماليا غير متوفرة في الولايات المتحدة لتدفع كما وقع الرئيس بايدن. وبعد ساعات رأينا أحاديث رأينا أحاديث في الإعلام تتحدث أنه أكثر من ذلك، أنها 1.9 تريليون دولار وليس 1.7، وبالتالي المبلغ أكبر. في حين نحن نذكر منذ حوالي 5 أسابيع قام البنك المركزي الأمريكي قام بليلة واحدة، وهذا تم ليلة بحسب التوقيت الصيني، قام بعملية واحدة بخفض ائتمانات سيادية أمريكية كعملية واحدة بقيمة 77%، وهذا مؤشر واضح أنه لا يوجد سيولة لدى الحكومة الأمريكية لتدفع مبلغ بهذا الحجم. وبالتالي إذا أخذنا ما قامت به الإدارة الأمريكية منذ 5 أسابيع ويوم أمس، هذا مؤشر واضح أن خطأ الرئيس أوباما الذي أدى إلى أزمة اقتصاد عالمية 2002-2010 سوف تتكرر هذا العام وستكون أكثر كارثية. ولكن إذا ما قارنا هذا بتحرك الرئيس بايدن تجاه هذه الدول، هو يعول على لعبة مالية معينة تحمي الولايات المتحدة، وهو على الأرجح يحاول إقناعهم أنه يحمي بلادهم ويحمي العالم من أزمة عالمية قادمة. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، نحن اعتدنا مع أكثر من رئيس أمريكي في كل مرة يكون هناك جولة مفاوضات يقومون بإعطاء اللهجة في الإعلام ثم تأتي جولة من المفاوضات. نعم. أنا رأيت يوم أمس على أكثر من مؤسسة إعلامية صينية والإعلام الصيني رسمي تتحدث عن زيارة مسؤولين سبق أن رأيناهم في جولات عدة من المحادثات الهامة أيام ترامب. يعني هم من المفاوضين من الدرجة الأولى سيتوجهون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بالأخص إلى ولاية ألاسكا بين 18 و20 من هذا الشهر بعد أيام. وهذا مؤشر واضح أن هناك جولة محادثات سوف تعقد في أحدى هذه كان الأيام. كان قد تم الإشارة في الحقيقة دكتور جاد، كان قد تم الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات والتي ستعقد بين بلينكن وساليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي مع عدد من كبار المسؤولين الصينيين في ألاسكا سيكون محورها الأساسي هي صراحة التخوفات الأمريكية في علاقاتها مع الصين. في رأيك ما قد يكون مردود محادثات من هذا النوع وعلى هذا الصعيد؟ يعني أنا أستبعد أن يكون موضوع هذه المحادثات كما ذكر الإعلام الأمريكي لسبب بسيط وواضح، أن الطرفين الأمريكي والصيني اتفقا على نقطة معينة
تحدثت عنها الصين يوم أمس ولم يتحدث عنها الأمريكيين مطلقا، وهي إنشاء هيئة اقتصادية مشتركة لإعادة وصل ما قطعه ترامب في موضوع السيمي كوندكترز. تم تأسيس هيئة مشتركة لإعادة وصل ما انقطع، وبالتالي عندما يوافق بايدن على هذا ولكن لا يعرضه على إعلامه أو على شعبه، هذا يعني أنه ما يقوم به كمحادثات مع الصين غير ما يتحدث به في الإعلام. نعم. طيب دكتور رعد، في الحقيقة يعني أيضا كان من أهم ربما ما ورد في هذه القمة أو ما تابعناه في هذه القمة هي عدم الإشارة بشكل صريح إلى الصين، ولكن المسؤولين تحدثوا بلغة دبلوماسية عن الأمن البحري وأمن يعني الأمن البحري بشكل عام. ما قال محللين وما ذهبوا في أنه قد يثير حفيظة الصين من ناحية عسكرية؟ يعني أنا كوني مقيم بالصين وأتابع الأخبار الصينية، هذا النوع من الأخبار بشكل يومي، كل نشاط الأخبار، أنا أستطيع أن أؤكد لكم أن الصين لا يمكن أن تثار حفيظتها عبر اليابان، ولا يمكن أن تثار حفيظتها حاليا عبر الهند. رغم المناوشات الحدودية وسقوط شهداء على الحدود مع الهند، تم حل الموضوع ولم تقم الصين بنشر التفاصيل أو الفيديو إلى لبعد عدة أشهر حتى تم التوصل إلى اتفاق وتم سحب الحشود العسكرية. وبالتالي حاليا الأجواء المناخ العام بين الصين والهند في أفضل حالاته، والوضع مع اليابان مشابه. يعني نحن نذكر منذ أن قام ترامب بالاقتراب جدا وبسرعة من كوريا الشمالية دون التشاور مع حليفه الياباني، كان الرد الياباني بالتوجه السريع إلى الالتحاق بتجمع بصدور تجمع بين اليابان والصين وكوريا الجنوبية، وهذا غير الكثير من الأوراق الأمريكية. ولكن ترامب، ويبدو أن بايدن على خطى ترامب، هو لا يعترف بالمستجدات التي حصلت، وهو ما يزال يمارس كل ما يمكن للعودة خطوة إلى الوراء وإعادة استمالة اليابان كما كان الوضع سابقا، وهو يسعى للأمر ذاته مع الهند. ولكن هو يغفل أن الولايات المتحدة الأمريكية ألحقت خسائر كبيرة بالاقتصاد الهندي، والهند لن تعطي فرصة ثانية لتوجيه لكمة ثانية كما حصل في السنوات الماضية. نعم دكتور جادة رعد خبير الشؤون الصينية، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من شينيانغ.